اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 56 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 32 فلسطينيا من محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة، كما جرى اعتقال 12 آخرين من محافظة بيت لحم الواقعة جنوبا أيضا. كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 من محافظة نابلس و6 من محافظة رام الله بوسط الضفة الغربية. وللمزيد ينضم إلينا الأستاذ تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل. أستاذ تيسير، بعد التحية، حشد شعبي كبير بكافة محافظات الجمهورية يؤكد على تناغم بين المواطنين وقياداتهم السياسية، كيف ترى المشهد؟ أستاذ تيسير، هل تسمعني؟ أستاذ سيسير، هل أنت معي؟ أكرر على مسامعك السؤال من جديد. يعني حشد شعبي كبير بكافة محافظات الجمهورية يؤكد على تناغم بين المواطنين وقياداتهم السياسية، كيف ترى هذا الحشد الشعبي؟ من الواضح أنه انقطاع الاتصال، سنحاول الاتصال بك مرة أخرى أستاذ تيسير، ونرى مشاهدينا معكم صورة مباشرة للمجازر والمآسي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وكيف هناك الظلام الدامس
طبعا بسبب انقطاع الكهرباء وكل الوسائل المعيشة في قطاع غزة. Thank you.